ورجع لكم مره تانيه ومكملين معاكم الفقره الاخيره من فقرات البرنامج. هنتكلم في الفقره دي عن شيء مهم جدا، نوع الغذاء اللي احنا بناكله او بناخده بيكون ليه دور مهم جدا في رفع المناعه بتاعتنا، وبالتالي قدرتنا على مواجهه مش بس فيروس كورونا، قدرتنا على مواجهه الامراض بشكل عام. النهارده هيكون معايا ضيفه الحقيقه هي رائعه ومميزه في تقديم الوصفات العلاجيه الغذائيه للناس بشكل يكون سلس وبسيط. هتكون معايا دكتوره نبيل حسن اخصائيه تغذيه العلاجيه. انا برحب بيك يا دكتوره. ازيك يا دكتور خالد؟ عامل اهلا بيك، منوراني دايما. الحمد لله. في البدايه كده قبل ما ندخل في الموضوع على طول، ايه المقصود بالتغذيه الصحيه او التغذيه العلاجيه؟ هو اولا المفروض الطبق بتاعي يحتوي على كل العناصر الغذائيه، ثقافه الطبق الواحد، لان احنا ممكن حلو ثقافه الطبق الواحد طبعا هي حمله كان اسمها المايك بليت، كنا عندناها من حوالي سنتين، وهي ثقافه الطبق الواحد، ان انا يكون عندي طبق فيه كل العناصر الغذائيه. ايه هي العناصر الغذائيه دي؟ الطبق انا بقسمه اربع ارباع، تمام؟ الربع يكون فيه بروتين الموجود في اللحمه والفول والبيض والجبنه، الربع الثاني يكون فيه خضار، الربع الثاني يكون فيه نشويات زي الرز والمكرونه والعيش، والربع الاخر يكون فيه الفاكهه. كويس. بجانب طبعا اللبن ومنتجات الالبان، يعني منتجات الالبان مش من ضمن الطبق. تمام؟ عشان لا بتبقى كوبايه اللبن موجوده، حتى لو حضرتك دخلت حتى على النت وكتبت الماي بليت بتلاقي الطبق وجنبيه كوبايه اللبن اللي هي منتجات الالبان. احنا دايما عندنا مش طبق، احنا لازم يبقى عندنا اطباق كتير قوي. تمام. وغالبا ما بيكونش فيها كل العناصر الغذائيه اللي حضرتك بتتكلمي عنها. تفتكري نقص العناصر دي ممكن يودينا لفين؟ طيب هو نقص العناصر دي مشكله بتاثر على المناعه. هقول مثال صغير كده، ممكن يكون حضرتك ابنك رياضي وبيلعب رياضه ومعاه واحد تاني احسن منه، فانت مش عارف ليه ابنك مش بيلعب كويس. اعمل له كده استرجاع 24 ساعه او شوف التاريخ الغذائي بتاع اسبوع فات، هتلاقي الولد ما بياكلش كويس، ده ادى ان هو مش عارف يلعب. ده اسمه تحميل غذائي، تحميل الكربوهيدرات بتاعه مش كويس. بالظبط هي التغذيه السليمه كده، لو انا مش محمل تغذيه كويس، مش محمل جسمي فيتامينز كويس، مش محمل جسمي بروتين كويس، بالتالي هتظهر عليا الاعراض بسرعه. هي دي المناعه. المناعه ممكن احكم على حد انا بشكل تغذوي على بني ادم مناعته قليله من ايه، ان هو عنده دايما خمول، مجهد بسرعه، ما بيركزش، الذاكره ضعيفه، مش مركز كويس. هي دي اقدر اقول من خلالي انا كحد تغذوي، والله الشخص ده ما هواش مناعته كويسه. كويس. طب ايه هي الاكلات اللي ممكن ان هي تزود من جهاز المناعه؟ طيب استاذن حضرتك لو قلت ايه هي الحاجات الاول اللي بتوقع المناعه؟ مفيش مشكله. تمام. ايه اللي بيوقع مناعتنا؟ اللي بيوقع المناعه اولا ما بننامش كويس، نمره اتنين الاجهاد الشديد، نمره ثلاثه عدم شرب الميه كويس. احنا مش بنشرب ميه غير لما نعطش، وكلنا او تلاقي كلنا بنشرب 5 لتر ميه، يعني بنفرط في الميه. على فكره كتر الميه بيعمل تسمم مائي، فاحنا لازم نشرب ميه بشكل معتدل. وزن حضرتك على 30، يبقى انا وزني 90 على 30 3 لتر ميه، 60 على 30 2 لتر ميه، يبقى شرب الميه بشكل كويس وشكل منتظم علشان يحسن لي من كفاءه جهاز المناعه. نمره 2 الاكل السليم. زي ما قلت لحضرتك احنا لازم يكون الطبق بتاعي يعني متوفر فيه العناصر الغذائيه. في ناس عندها عاده غذائيه كل يوم تشرب نسكافيه، القهوه السريعه ما شاء الله. تمام. مش عامل مصري. طيب استبدلها بالشاي و... طيب كل الكافيين في العموم بيؤدي الى ان الجسم يبقى يتحول البي اتش بتاعته لحاله حمضيه. وانس ان انا الحاله البي اتش بتاعتي بقت حمضيه، فانا معدل القلويه اللي في الجسم او الحمضيه. أيوة بتزيد معدل الحمضيه وبيقل القلويه اللي في الجسم. بالظبط. ده بيحصل ايه؟ ده بيكون بيئه حلوه قوي لاي فيروس. كويس. تمام. يبقى ايه الحاجات اللي بتعلي البي اتش بتاعتي؟ اكل اللحوم الحمراء كتير، شرب القهوه السريعه، نستبدلها. طب كتير دي يعني قد ايه؟ يعني والله المفروض كل 10 ايام ناكل لحم حمر. كل كام؟ كل 10 ايام بجانب الفراخ بجانب السمك. لا طبعا كتر الاكل اللحوم الحمراء ما هياش صحيه خالص، لان زي ما قلت لحضرتك مش صحه ان انا اكل كم بروتين كتير وظنن مني ان هو ده هيخلي المناعه بتاعتي عاليه. بالعكس، انا لو كلت بيض، لو كلت فول، الفول ده بالظبط كاني كلت قطعه لحمه ولكن باضافه ليه حبوب. اكل معاه عيش. وجبه الكشري على فكره كويسه جدا، كانها بتاكل لحمه حمراء بالظبط. فابعد عن اشرب ميه كويس، ابعد عن القهوه السريعه، الاجهاد المفرط، عدم النوم،
الحاجات دي بتقلل المناعه. ايه اللي بقى بيزود المناعه بتاعتي؟ طب تقليل النوم يا دكتوره مقصود بيه النوم في مواعيد غير المواعيد الطبيعيه، ولا ان انا بنام كويس بس في اوقات غلط؟ طب وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هي الايه دي فيما معناها ان الواحد لما بينام فتره الليل اكيد الجسم بيعمل بقى هرمونات تانية وشغال، والميلاتونين بيخرج بالليل، فالمفروض ننام فتره الليل دي على الاقل من الساعه 10 للساعه 4. فاحنا لازم ننام فتره الليل، وقت الليل ده من 10 ل 4. في ناس اصلا بتنام 4، ما هو هتلاقي حضرتك مناعتهم قليلة جدا، بيجي لهم برد بسهولة جدا، تحت عينيهم مش حلو خالص، التجاعيد الرينكلز اللي حوالين العين بدأت تظهر، أكثر عرضة للإصابة بالظبط. فأنا إزاي أخلي مناعتي كويسة؟ النوم كويس، الإجهاد، في ناس بتجهد نفسها بشكل مفرط قوي وما بتاخدش راحة، وشرب المية زي ما قلت لحضرتك، البعد عن أكل اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، الأكلات السريعة، وشرب المية كويس. كويس تمام. ايه اللي يعلي المناعه بقى؟ عايز اعليها بقى، هي اليومين دول يعني الناس كلها نفسها تعلي مناعتها، فبيجيبوا ادويه كتير، ولكن مش مهتمين قوي بفكره التغذيه ونوع الغذاء اللي بياكلوه. بدانا مؤخرا نركز على الجزئيه دي. تمام. في اتجاه دلوقتي بيقول ان انا علشان اكل كويس ونفسي اكل بشكل جميل وافرح عيني، ان انا اكل الحاجات اللي نفسي اشوفها في الفاست فود، ان انا اعملها في البيت. انا ممكن اجيب لحمه مفرومه على فكره واعملها برجر في البيت، والزبادي كانه مايونيز، الاكله حلوه قوي. اعمل عصير بنجر واحطه مع الفراوله، احطه مع الجوافه، مش هيبان نكهه البنجر بتاعتها. اظبط اكلي كل 3 ساعات، لان فكره ان انا اكل النقنقه دي، يعني اكل ونص ساعه اشرب شاي بمعلقه سكر ونص ساعه اخد ثمره فاكهه، انا بعمل حاجه اسمها ريزيستنت انسولين، بخلي الانسولين عمال يخرج في جسمي، بالتالي باصاب بالخمور، بالتالي بدخن، وده انا بوليك هرمون زي ما حضرتك عارف. مهم قوي ان انا اكل كل 3 ساعات مع شرب الميه زي ما اتفقنا، ويكون الاكل بتاعي يحتوي على العناصر الغذائيه، الزنك، وكل الناس بقت دلوقتي مهووسه بالزنك وفيتامين سي. اتكلمنا في الفقره اللي فاتت عن الزنك وفيتامين سي، وحضرتك عارف ان زياده الزنك هتاثر طبعا على النحاس، طبعا هتاثر على عنصر النحاس، فهتقلل النحاس في الدم، فبالتالي هياثر على الكوليسترول السيء ويزيد في الدم. كويس. فيجيني كده كوليسترول من غير اي سبب، ده بسبب ان انا باخد زنك كتير. تمام. طب انا هاخد الزنك لو انا حالتي يعني مسموح بيها ان هي تاخد زنك، حاله مرضيه اوكي تاخد زنك، لكن انا ما عنديش حاله مرضيه، جميل ان انا اخد اي مصادر منه. عند حضرتك البذور، معلقه سمسم لو حطيناها على كوبايه الزبادي هتديني 10 ملي جرام زنك. انت محتاج من انت محتاج من 8 ل 11 ملي جرام، السيدات 8 والرجاله 11 ملي جرام. كويس. معلقه سمسم بس، ده غير بقى لو اكلت بضايه، لو اكلت زبادي، لو شربت لبن، اكلت شوفان، اخدت معلقه عسل. طب نقطه انا عايز اقف عندها، في ناس بتاكل بيض كتير، يعني معتاد انه يوميا بيضتين 3 بيضات في اليوم، سواء في الفطار او سواء في العشاء، هل زياده اكل البيضه بيعمل مشكله؟ مشكله لمين؟ لو عندي دهون ثلاثيه. كويس. لو عندي دهون ثلاثيه ولو انا باكله اكتر من اللازم، بمعنى ان البروتين بالذات بيتاخد بالجرامات. يعني لو عندي شخص 70 كيلو وما بيعملش مجهود، قاعد في البيت زي ربة البيت، 1 جرام لكل كيلو جرام، يعني محتاج 70 جرام بس بروتين. فكرة اللي بياكلوا 7-8 بيضات وكوبايتين 4 زبادي وكيلو لبن عشان يبقى لي ماسلز محترمة كده، الكلام ده ما بتكونش ماسلز خالص خالص، ده بالعكس بتكون دهون، ده بيعمل اهدار للكتلة العضلية. يعني لو انا واخده ان انا اكبر بيه العضلة بتاعتي، ده بيعمل اهدار للكتلة العضلية. علشان كده لما بناكل بروتين احنا محتاجين اصلا ان نقعد من 4 ل6 ساعات عشان يتهضم. بروتين بياخد وقت في الهضم وبياخد مجهود كمان، عشان كده احنا بنديه للناس اللي عايزه تنزل وزنها، بنديلها 1.2 لكل كيلو جرام. لكن الرياضي انا ممكن اديله لغايه 2 جرام لكل كيلو جرام، عشان بيتمرن وبيبذل مجهود وطاقه، وبيبذل طاقه، فانا بديله بروتين. فاكل البروتين كتير طبعا مش كويس، لكن لو كلنا 2 بيضاية من الريكويرمنت بتاعت حضرتك، الاحتياجات حضرتك اليوميه، مفيش مشكله، بما انك مش مريض دهون ثلاثيه. لكن مريض الكوليسترول ملوش علاقه بالبيض خالص، بالعكس البيض والجمبري فيه كوليسترول النافع اللي هو الاتش دي ال. تمام. فهو ده كل ما الاتش دي ال حضرتك عارف لما بيعلى بيقلل ال اي دي ال بتاعته. كويس. طيب انا اتكلم عن نفسي كشخص مشيت على انظمه غذائيه كتير وزي ناس، تمام، بس ما بعرفش اثبت على نظام غذائي معين، ازاي اثبت على نظام غذائي يقوي المناعه واقدر استمر فيه؟
ده دايما سؤال كان بيشغلني كتير جدا. ثقافة الطبق الواحد. حضرتك بتاكل كل 3 ساعات وكأنك بتحرم نفسك كل 3 ساعات وهتكافئها بعد 3 ساعات دي. يعني اكل كل 3 ساعات. كويس. حضرتك هتقول لنفسك انا نفسي اكل ده بعد ساعة، لا انا هستنى وهكافئ نفسي بعد 3 ساعات. لغاية 300 سعر حراري للوجبة البينية. يعني اخل تلت احتياجي في السناكس بتاعتي. هترضي نفسك وهتاكل كل اللي انت عايزه. وبرضو هقدر اثبت على النظام الغذائي اللي انا عاوزه. عايز تعمل منتين لوزنك هتقدر تمشي على نظام غذائي، وهتعمل عايز تقلل وزنك هتقلل وزنك باللي انت نفسك تاكله. مفيش حاجه ممنوعه في الوزن. الممنوع بس المسبكات، الحاجات المواد الحافظه هي دي الحاجات الممنوعه. لكن كل اللي بتضر الجسم وبتقلل من قوه الجهاز المناعي، كل متاع ربنا متاح لينا واحنا حتى بننزل في الوزن. بس القصه ان انا ازاي اعمل موديفيكيشن لللايف ستايل بتاعي، ازاي اعدل من الاكل اللي قدامي ده بما يناسب حالتي. كويس. طيب اكتر ناس معرضه للاصابه بكوفيد 19 او فيروس كورونا هو مرضى السكر ومرضى القلب. ايه النظام الغذائي اللي انا ممكن اديه لمريض السكر او مريض القلب او مريض الضغط كمان ان هو يساعده على رفع جهاز المناعه بتاعته ما يكونش مضر بالنسبه له؟ طيب احنا عرفنا ان الفيروس بيعلي لزوجه الدم. صح. وان معظم من السايد افكت بتاعته موضوع التجلطات. كويس. يبقى انا مبدئيا كده نمره واحد اشرب ميه كويس. نمره اتنين اخد حبوب كامله. حاجات فيها بقى ايه قريب من السلسلك اسد، ان انا اخد حاجات زي الحبوب الكامله، اقلل من نسب اللحوم اللي باكلها، اخد حاجات تكون دهونها قليله. يعني لو قلنا ناخد الزبادي واللبن يكون خالي الدسم يفضل، او نص دسم، ما ياخدوهاش حاجه فور كريم. تمام. عشان بس نقلل فكره اللزوجه اللي موجوده. نقلل من اكل الخضار الغامق قوي. يعني لو انا عندي حاله مريض قلب وهو كان معرض لجلطه او كانت كان عنده جلطه، خلي بالي من الحاجات اللي فيها فيتامين كي. حضرتك عارف ان فيتامين كي بيساعد على تجلط الدم، فانا بالتالي ما اكلش الحاجات الورقيات الخضراء الغامقه قوي. تمام. اخد قلب الخصائي، اقلل من البروكلي. مع ان الحاجات دي بتعلي المناعه، ولكن مريض اللي عنده دهونه عاليه اخاف منه. اقلله بقى، اقلله منها. لكن انا ممكن اخد الحاجات دي في ايه تانية؟ ممكن اخدها في خس، في خيار، في طماطم، في اي خضار، فاصوليا، اي خضار موجود. كويس. ولكن اخلي بالي من الخضار الغامق، الحاجات الغنيه بفيتامين كي. اديله حبوب بدل، والمفروض زي ما قلت لحضرتك يشرب الميه كويس، وكل 3 ساعات واديله وجبه فيها حبوب يوميه. يعني نقول بليله، نقول البليله افضل من الشوفان. ما فيش بليله. ليه البليله افضل من الشوفان؟ اي حاجه عليها بروسيسنج المعده بتاعتي ما تعرفهاش، تهنج، تاخد فتره على بال ما تعرفها. فلو حضرتك قارنت، نبدا بالحاجات اللي هي الذره اللي هي بتتباع في المعلبات اللي هي تحط عليها الالبان، والسيريال اللي الولاد بياكلوها. تفتكر السيريال المعده عارفاها اكتر ولا الشوفان؟ شويه الشوفان. لكن المعده عارفه مين اكتر؟ عارفه البليله اكتر. بليله. زي السمنه النباتي، معدتنا مش عارفاها اساسا. علشان كده كل المعجنات دي سيئه جدا علينا اللي موجود فيها سمنه نباتي. لان حضرتك عارف ان الرابطه بتاعت الليبت بتاعت الدهون اتقلبت، فبالتالي معدتي مش عارفاها، فبتعرفش تهضمها. عشان كده تقوم من ضمن مسببات السرطان هي السمنه النباتي. كويس. طيب دي كده بعض النصايح لمرضى القلب والضغط والسكر. تمام. طيب السكريات، في ناس بتحب السكريات جدا، وممكن دايما طول الوقت بيحب حلويات، شوكولاتات، وخاصة الناس اللي قاعدة في البيت دلوقتي وقت الحظر. أنا بشوف بقى ناس كلها مشيرة الشوكولاتة، مش عارف ايه، البسكوت، يعني الكلام ده لقيته منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي. فلفت نظري انه هل فعلا الحاجات دي هي فور فن والناس بتضحك وتهزر بس بياكلوها برضه؟ تأثيرها ايه على جهازنا المناعي؟ اولا اكل المعجنات كتير زي ما قلت لحضرتك بيعمل ريزيستنت انسولين. الحاجات دي يعني ايه؟ مقاومه انسولين. يعني انا بلاقي نفسي بتخن بشكل غير عادي. تمام. حتى يعني في ناس ممكن تاخد 2000 سعر يخس، اللي بياكل معجنات كتير ياكل 1000 سعر يتخن، مع ان واخد سعرات اقل، لكن هو عمل مقاومه انسولين، فبالتالي مش قابل جسمه انه ينزل. في دلوقتي طرق جديده ان انا ممكن اكل حاجات فيها حاجات حلوه وفي نفس الوقت تكون صحيه. بدأوا يستبدلوا الدقيق الابيض بالشوفان. بدأوا يستبدلوا الدقيق الابيض بالبرتقال، بيجيبوا قشر البرتقال وينشفوه في الثلاجه ويضربوه ويبقى باودر، ويستبدلوا بيه الدقيق في عمل البسكوت والكحك والحاجات دي. ده كويس. حاجه هاي فايبر، الفايبر عالي قوي. في
فيها فيتامين سي كويس قوي، فبالتالي دي اكله متوازنه جدا. هنضيف معاها عسل او السكر الفركتوز اللي هو سكر عسل ابيض ولا اسود؟ ابيض. ابيض. انا بركز دايما على التفاصيل. طب معلومه بقى لحضرتك ان السكر العسل الاسود ما فيهوش حديد زي ما احنا متخيلين. لازم يكون العسل الاسود ده يكون اول قطف اللي هو بيبقى لونه لون الطحينه، مش الاسود الغامق ده. الاسود الغامق ده ما فيهوش حديد كويس. ما فيهوش حديد كويس، الابيض فيه. الابيض طبعا ده الابيض فيه فيتامينز ومينرالز وحاجات كده، يعني 248 نوع من انواع الفيتامينز والاملاح المعدنيه. كويس. نصايح في اقل من دقيقه للحفاظ على الرشاقة والحفاظ على المناعة في أقل من دقيقة. نمرة واحد اشرب مية، نمرة اتنين نام كويس، نمرة تلاتة كل تلات ساعات ثقافة الطبق الواحد لازم تكون موجودة للكبير وللصغير، يكون كمية الخضار كمان أكتر من الفاكهة، وقللوا شوية من أكل الفاكهة المفرط لأنه بيعمل دهون على الكبد. دكتورة نبيل حسن أخصائية التغذية العلاجية، أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا الكرام في كل مكان، بشكركم لحسن المتابعة وأتمنى لكم جميعا دوام الصحة والعافية. أتمنى تأخذوا من معلومات من مرجعية علمية، بلاش المعلومات المنتشرة حوالين الإنترنت سواء في التغذية العلاجية أو سواء في الأدوية أو العلاجات الوقائية أو العلاجية لفيروس كورونا. اطمنوا إن شاء الله بإذن الله فيروس كورونا هو فيروس ضعيف لا يصيب 90% من الناس، وإذا أصابهم يشفوا منه حتى بدون الدخول في مضاعفات هذا الفيروس. وإلى أن ألتقي بكم مرة قادمة أخرى، لكم مني كل التحية والتقدير. أنا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.